بعد المشاهد الحلوه اللي اختارها لكم نبيل تليلي وبعد جولتنا عبر السبعه ملاعب نتاع فرجه نتاع روح رياضيه ارقام عبد الوهاب درويش تحكي على الدور ربع نهائي التاريخ الكل ثم نسمع ايضا تصريحات بعض اللاعبين قبل موعد الاحد القادم. الدور الربع النهائي لكأس تونس لكرة القدم سيكون له نكهة عذبة في هذا الموسم، ومقابلته الأربعة بتتميز بخاصية تحصى لأول مرة في تاريخ الكأس، وتتمثل في أن هذه اللقاءات الأربعة كلها سبق لها في الماضي غير بعيد أو قريب باش كانت نهائيات لكأس تونس، وذلك في سبع مناسبات: النادي الإفريقي، الملعب التونسي، 14 فوز بالكأس بيناتهم، 9 للإفريقي و5 للملعب التونسي، مع بعضهم لعبوا 3 مرات النهائي. 1956 3-1 لصالح الملعب التونسي، 1972 1-0 لصالح النادي الافريقي، و 1992 2-1 لصالح النادي الافريقي. النادي الصفاقسي مستقبل مرسى، في سجلهم الاثنين 7 كؤوس، 5 للمرسى و 2 للنادي الصفاقسي. زوج نهائيات الماضي بيناتهم، وزوج فاز بهم مستقبل مرسى، عام 77 3-0، وعام 84 0-0، وضربات الجزاء لصالح مستقبل مرسى. شبيب القروان النجم الساحلي، 7 كؤوس في رصيد النجم ولا شيء من جانب شبيبة خيروان. زوج فرق تقابلوا في نهائي موسم الماضي والتفوق كان لنجم الساحلي 2-1. نادي حمام الأنف الترجي الرياضي، كأس واحدة لحمام الأنف و7 كؤوس الترجي، ونهائي وحيد بيناتهم إجراء منذ 33 عام، والانتصار كان للترجي آنذاك 1-0.